وهناك أيضا لاعب قوي قد أدهشنا بظهور مفاجئ. اسم هذا الفتى براء، واسم بلبله حامي المحيط. ها؟ الفتى الذي كان في جحر الأفعى؟ انطلاق. هاي، أنت براء صحيح؟ بلى أنا، ماذا تريدون؟ كنت واثقا بأنه هو لأنني أستطيع معرفة وجهه من بعيد. لا أصدق أنه هنا حقا. نسبة انتصاراته عالية جدا، لا شك في أنه سيلعب في الدوري. قل لي يا براء، هل تتدرب هنا وحدك؟ أجل. إذن ما رأيك في أن نتدرب معا؟ متحمس لرؤية بلبلك في أثناء النزال. براء، هل أنت موافق؟ لا أمانع،